السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا وياكم من جديد أخوكم وزميلكم المهندس ظاهر العداي. إن شاء الله راح نبدي وياكم بداية جديدة، وراح ألتزم وياكم إن شاء الله بعكس السنوات إذا السابقة إذا كنت أساعدكم جزء قليل. إن شاء الله السنة يعني نقدر نقول شبه متفضلين بعد التخرج، نكون وياكم خطوة بخطوة. المرحلة الرابعة مرحلة مهمة مهمة جدا، يحتاج لها تركيز ويحتاج لها جهد بسيط منكم حتى تقدرون تحصلون على درجات كون عليها أزيد ثقل، هي 40 درجة. الدرجات العالية تفيدكم اللي مقبل على ماجستير، اللي مقبل على قبول بشركات أو قبول دراسات إن شاء الله بالخارج، كلها تفيد. بالإضافة إلى تحسين معدلك وفهمك أنت كمهندس. التوضيح راح يكون يعني بصورة عامة للكلية، أما خاصة القسم المكامل، لأن قسمي وأنا متعمق بهاي المواد، راح أحكيكم إيش بيها المرحلة الرابعة: مواد، نظري، عملي، امتحانات، أسئلة، برامج، بيانات، شنو تحتاجه شنو ما تحتاجه، على شنو تركز، منين تبدي، شنو عربي شنو انجليزي، شلون تجاوب، طبيعة الأسئلة، طبيعة المدرسين، أسماء المدرسين وتفاصيلهم اللي هم هسه أصبحوا زملائنا. بداية بسيطة، راح شوية الفيديو إذا كان مطول تحملني حتى أنت تستفاد. يعني إحنا كنا نتمنى من كنا طلاب إنه شخص يوضح لي شبيه المرحلة الرابعة وشبيه المرحلة الثالثة. استثمر هذا الجهد اللي دعم طيب آني لك، وأتمنى وأفرح من كلكم تشاهدون الفيديو وكلكم تستفادون، والملازم راح تصلكم مترجمة وملونة ومرتبة، أسئلة مع حلولها، اختبارات بحث، أسئلة مقابلات شركات، كل شيء تحتاجه عندي، البيانات، البرامج، فيديوهات عندنا البرامج، يعني بحيث أخليك تتعامل ويا المادة بصورة سلسة. يحتاج فقط تركز وياي وتبدي وياي. بسم الله الرحمن الرحيم، متوجه إلى ماي كمبيوتر. شو أنا حفظتهم كلهم في سبيلكم أنتم. راح نبدي مثلا عند المرحلة الرابعة الكورس الأول. إيش عندك مواد؟ عندك كور أناليسز، مادة نحكي عنها، مدرستها الدكتورة بشرى، إنسانة كلش راقية، بين قوسين أختك، بين قوسين ما أقدر يعني ما يعجز التعبير عن وصفها. يعني مادتها جرام ما تاخذ امتياز. EOR Enhanced Oil Recovery، تحسين استخلاص النفط، محمد أسود، مادته زينة وسلسة وإنسان طيب. موديلينج دكتورة مها، وأنتم عرفتوا دكتورة مها يعني درستكم. اقتصاديات نفط، مادة بسيطة وتجاوبها بالعربي، ولكن أستاذها شوية أسئلته أنا أجيب الدرجات راقية وزينة. توصيف مكامن، دكتور أيمن بعد يعني بشي راقي. راح أبدي أشرح لكم مادة مادة. فلو نجي على تحليلات الكور أناليسز، عندك عملي وعندك نظري. المحاضرات بالإنجليزي، عندك هذين المحاضرات كلش بسيطات وسهلات. فذل نفتح أول محاضرة، راح تشوف شنو هذا التعقيد، شنو شو اسمه، كله سلس وكله بسيط، كله سلس. يعني مثلا تيجي بالبداية عندك هذا الكور أناليسز، شلون راح تجيك الأسئلة؟ راح تجيك فراغات، تجيك اختيارات، تجيك عدد، تجيك صح وخطأ، كلش. يعني اتذكر اني باحد الاسئله جانا شنو مهام، شنو مهام مهندس المكامن، عدد لي كم وحده من دخلت لك درجه. الماده جوابها بالانجليزي وتقدر تجاوب بالعربي الاشياء الصعبه والشرحيه، خوش حكي. راح تاخذ لك 6 محاضرات، 7 محاضرات. المحاضرة الوحدة اللي يحتاج منك دراسة ساعة فقط هي يوم واحد بالأسبوع، وعندها عملية. العملي كلش بسيط، حساب مسامية ونفاذية وهاي السؤال، فاللي المفروض أنت تكون ضابطها. يعني إنسانة راقية متساعدة كلش كلش كلش. أتمنى منكم أنه ما تضيعون ولا سؤال بمادتها. الأسئلة اللي جابت لنا إياها كلهن آني وضحت لك إياها، بالإضافة اللي أنا قسمت لك الملازم يعني مثلا وترجمت لك إياها. يعني مثلا تجي شوف هنا تحليل لباب صخري، تجي المادة يعني أنا ترجمتها بصورة سلسة وطبيعية، رجعت عدت على الملازم حتى أنت تستفاد، وشرحت بالطريقة اللي أنا أدرس بيها. يعني شوف راح أخرج لك من هاي الملزمة وما راح أرفع لكم إياها. فلو نفرض نجي على الورد، نجي على المحاضرة الأولى،
يا نبلور، يعني إذا أقول لك أنا شلون يعني شرحت الطريقة. يعني هنا جانا السؤال، شنو تعريف الكور؟ أريد أنطيك شوية، أريد أرجع اشتاقيت للدراسة، ما دراسة من تخرجت. الكور processing of cutting and removal of rock sample from the well bore. Core sample can be considered as a most direct source of information on subsurface rocks. Therefore, extra core should be taken while planning and exciting a coring program. شلون أنا فهمتها؟ شنو هي؟ عملية الكور الحفر، عملية قطع وإزالة عينات الصخور من حفرة البير. يمكن اعتبار العينات الكور هي مصدر مباشر للمعلومات عن الصخور الجوفية، لذلك لازم أني أكون حذر أثناء التخطيط لبرنامج الكور وتنفيذه. إحنا هسه أنا إذا أشتغل بشركة حاليا بفضل من الله، كل شيء عندنا أكتيفيتي ثاني يوم إحنا نخطط لها قبلها بيوم. فأنت بما أنه شيء صعب، فمثلا إحنا عندنا أعمال مثلا الصب أعمال ضخمة، فإحنا نكون شديدين بتوخي الحذر من نخططها ومن ننفذها. زين، ايش تتضمن لهاي الاعتبارات؟ تتضمن لك نوع البت اللي تستخدمه، نوع الكورة اللي راح تسوي، طين الحفر، طول نوع برميل الكور، المعدل الذي يتم فيه إحضار الكور إلى السطح. شو تزيد هاي الاعتبارات من كمية الكور ريكفر؟ ايش تتطلب قضية الكور؟ وتعريفا واضحا للأهداف في كثير من الحالات، وبرنا اقتصاديا، احنا علاقتنا بالنفط كلها مرتبطة بشغلتين، ايش قد تطول وايش قد تكلف، فقط ماكو ازيد، ايش قد تطول وايش قد تكلف. فوين ما راح تروح راح تحكي لك فلوس، انا شغلي فلوس، ايش قد تكلف، ايش قد تطول وقت، ايش قد تشغل عمال، ايش قد تنطي رواتب، ايش قد يجيني مردود. شرحت لك اياها بطريقة جدا جدا سلسة، يعني ما راح يحتاج حتى شرح الدكتورة. بالإضافة يعني شوف، هاي المحاضرة الأولى كلها 3 صفحات انتهت، تيجي على المحاضرة الثانية. سايد وول يعني تعريفات، يعني شيء ما يعني شيء يعني ايش قد ما اشرح لك، ايش قد ما اشرح لك ما راح يعني ما راح تحس كمية التعب اللي انا تعبت بيها. يعني شوف شوف انا شلون محضر لك، شوف شوف يعني شرحتها هيك، طريقة السؤال والجواب لونتها، كل فقرة لون، جدا بسيطة المادة. يعني هسه اللي يبدي مثلا، من راح ابدي ارفع الملازم، اللي يبدي يحصل درجة قبل ما يبدي الدوام، يحصل درجة قبل ما يبدي الدوام. اقدر اقول لك يعني تقدر تنتهي، يعني شوف مثلا تجي نموذج اول، هذا نموذج اول، انا مسوي لك نموذج هو وحله، تاخذه نموذج ثاني هو وحله، من هنا عندي اسئله اشكال. شوف طقيت لها صورة، أني من سوينا طقيت لها صورة على مود أخليها لك، فتيجي شي بسيط كلها راح ترفع لكم. شوف ايش عندي هنا ملفات، بالإضافة عندي تسجيلات صوتية راح تصلكم تستفادوا منها كلش. هنا أقدر أقول لك أنا انتهيت من هاي المادة بسيطة بسلسة، أبسط مادة يجوز أقول لك. نيجي على الإي أو آر، الإي أو آر شغلة واحدة، دكتور محمد ما يخليك تجاوب بس بالإنجليزي، فلا تتعبون نفسكم ولا تدورون، ولا تدورون غير الإنجليزي. المادة مالتي تستفاد منها تقراها بالعربي، بس أنت جاوبك إنجليزي. بالأسبوع عندك محاضرة واحدة، تشق نفسك الأسبوع، تدمر نفسك، عذرا على هالكلمة طلعت، ولكن انه كلش اسف، ولكن انه راح تجاوب انجليزي انجليزي انجليزي. فتجي مثلا على قسم الترجمه، مثلا المحاضره الاولى ترجم لك اياها، هاني هاي وصفها كلها لا تجي عليها. تجي من هنا الاويل ريكفري، انت شنو عمليه استرجاع النفط؟ احنا عندنا النفط البير يبدي ينتج من كيف، خوش حكي، بيضغط وانتج والامور طيبه وماكو اشكال، بعد فتره يقل، اجي انطيه
منشطات محفزات، بعد فترة يقلب الأزيد، أقوم أبدي أحقن سوالف. ما أريد أتدخل لك بتفاصيل الشرح أثناء المحاضرات، راح إذا أشوف أي مادة تحتاجون نسوي بها محاضرات وميتينجات أنا حاضر. بس أقول لك مادة بسيطة تعتمد على الأسئلة اللي راح أنزل لك إياها، غير الأسئلة لا تدرس ولا تحفظ غير اللي أقول لك إياه. خوش حكي. مادة كل أسبوع محاضرة، تهتم لي بالرسومات، يدقق على الرسم بشكل جيد، يموت على الرسم يعني، يموت على الأسهم، يموت على الترتيب، وجاوب بالإنجليزي تجيب درجة. تعتمد لي على شرحي وعلى أسئلتي، والله خليك تجيب 100%. ما تعتمد عليها ما تقدر تجيب درجة، لأن راح يشرح لك شيء وأنت تحسه بالأسئلة جاي شيء ثاني. خوش حكي. فتشوف يعني هاي نبذة مختصرة أعتقد. فأنت من تجي تشوف هيك أسئلة محلولة قدامك تجيك نصا، شوف 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 ايش قد أسئلة كلها محلولة وجاهزة، تنتظر بس واحد يقرأها، ما راح تلقونه إن شاء الله. مادة يعني ممتعة، أنصحكم تتسابقون منو يشرح محاضرة من بداية الكورس. قول له أنا أريد أشرح محاضرة، حضر محاضرة وفوت اشرحها. شوف هاي كلش قيمة، طبعا هاي مو اي واحد جاوب هاي، هاي الاسئلة اللي طرحها اثناء المادة اثناء الشغل، كان يحكي وقال شنو هاي الاسئلة، طبعا ما موجودة بالملزمة، اخوكم ظاهر دونها وكتبها وطبعها وجت بالامتحان وضميتها لكم ان شاء الله. شغلة ثانية، سوي باوربوينت. شوف مثلا هذا الليكتشر 1، انت اشتغل بيدك، صمم لك محاضرة، انت صمم لك اني اول محاضرة بوقتها اني خذتها، صمم لك محاضرة وابدي اشتغل بيها انت. شوف هذا يعني كله شغلي، يعني تجي انترودكشن، شنو هي عمليات يعني the method of calculation the reservoir in place and of the recovery factor which called to be expected by natural depletion the persons of gas or cap or an activity equivalent general result in high. كلها اني خليت لك اياها ورتبت لك اياها، ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم وننطيكم الشيء اللي يفيدكم.